حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح تكون مخصصة للقانون الذي أو اللي إثار جدل كبير لدى الشارع العراقي، لدى وسائل التواصل الاجتماعي، لدى القنوات الإعلامية، لدى الصحافة والصحفيين والجرائد وعد الناس، اللي هو قانون جرائم المعلوماتية اللي يريد يقرر البرلمان واللي انكتب بال 2011. تابعونا بعد فاصل. سويت ورا صدام، بنيت لكم شغلة، سويت لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد. اكو وزارة مضبوطة؟ تربية، جهال، تخلف، مدارس ابتدائية ومتوسطة حششة، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنة؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع لنا روان. فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. قانون جرائم المعلوماتيه قانون مكون من 17 صفحه، انكتب سنه 2011، ما اقر الى الان، قرأ قراءة أولى بالبرلمان الحالي. القانون بعقوبات قاسية جدا صنف لدى وسائل الإعلام أو عند المتابعين، عند المراقبين القانونيين. نقيب الصحفيين مؤيد اللامي حذر من القانون ومن مشاكل هذا القانون. يعني قانون للجرائم المعلوماتية، أغلب مواد القانون تتكلم عن الابتزاز، الاحتيال. زين اذا قانون جرائم المعلوماتيه يحكي عن الاحتيال والابتزاز، قانون رقم 456 اللي مشهور عند العراقيين بقانون 56 واللي اصبحت او اللي اصبح رقم 56 مرتبط بالنصب والاحتيال، شنو اداء امام هذا القانون؟ زين قانون يجرم كل من ينشر منشور يسيء به الى مسؤول او يشهر بمسؤول. يعني كلمه التشهير بحد ذاتها ليش نوضعت فقط كلمة التشهير؟ يعني اللي يطلع ويقول هذا المسؤول باق، أو الشعب إذا طلع بتظاهرة وقالوا باسم الدين باقونا حرامية، الشعار الشهير دي أغلب التظاهرات، أو طلع واحد يقول المسؤول فلان، عبد الفلاح السوداني طلع وقال، واحد من المواطنين بإحدى مظاهرات يقول عبد الفلاح السوداني باقنا وراح، إيش سوت للدولة العراقية؟ هذا ينشال. اللي ينشر بوست بالفيسبوك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا ينشال وينسجن ويدفع غرامات. وقانون قانون مرعب. قانون بعض مواده او بعض احكامه تصل الى المؤبد وتصل الى الاعدام وتصل الى 10 سنوات وتصل الى 15 سنه، اضافه الى غرامات ماليه مهوله. اول ماده به من 25 مليون الى 50 مليون دينار. يعني ده تحكي على رقم كبير جدا. ماكو راتب بالعراق يوصل لحد البرلماني اللي هو ديبوك واللي هسه الشعب ما يقدر يشهر به اذا انقر هذا القانون. زين هم يقولون انه احنا عندنا ديمقراطيه، هل الديمقراطيه هي تكميم الافواه؟ هل الديمقراطيه يعني انه الشعب ما يحكي؟ هل الديمقراطيه انه الشعب يروح بيوم الانتخابات ينتخب ويطمس صبعه بالحبر البنفسجي ويصعد المسؤول الى سده الحكم والمسؤول هذا يبوق ويصلخ ويذبح ويهدم ويسوي كل اللي دا يسوي المسؤولين حاليا، والمفروض انه هذا المواطن يسكت وما يحكي؟ زين مو اكو ديمقراطيات اخرى دا نشوفها، اكو مسؤولين اتهموا بالفساد يعني رموهم بحاويات النفايات. اذا صار هذا بالعراق ايش راح يسوون؟ شنو القانون اللي راح يصادروه؟ أم خالد من الفلوجة حياك الله. أم خالد انقطع الاتصال ويا أم خالد، أتمنى ترجع لنا مرة ثانية. يعني القانون أرجع وأقول بدايته المساس باستقلال البلاد. يا مواطن هذا يحب بلده مثل العراقي وهو مشهور أنه عنده غير على بلده يمس باستقلال البلاد. المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها. هو ما حد مس باستقلال البلاد غير بس السياسيين.
وما حد مس وحدة البلاد ولا غير هم قادة الميليشيات اللي قاموا يشهرون بالشعارات الطائفية. أحد مواد القانون يقول يعني أحد مواد القانون تمنع نشر أي بوست على أي موقع بالإنترنت أو بشبكات التواصل الاجتماعي يمس بوحدة البلد أو يثير النعرات الطائفية. زين، واللي دا يطلعون على التلفزيون ويقولون جيش يزيد وجيش الحسين ويا لثارات الحسين ويا لما أدري شنو وإلا يعني ذولا مو إثارة نعرات طائفية، ليش ما حكى عن هالقانون؟ ليش ما حكى القانون على أي مسؤول يطلع بالتلفزيون؟ وهي أيضا تلفزيون يعتبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة أو الحديثة، ليش ما حكى عليه لما يطلع مسؤول من المسؤولين أو قائد أو زعيم ميليشيا خلينا نقول ويثير نعرات طائفية؟ أم خالد من الفلوجة رجعت لنا، حياك الله. إيه عيني. هلا بيك يمه، تفضلي. يا عيني، أنا سنة 2014 أخذت الولد وطلعت انهزمنا للرسمة قرايبنا. نعم. عيني. وكان يتلقوننا ما صارت الأحداث حيل علينا قادي بالرطبة، انهزمت للمجمع للعامرية. نعم. الدنيا المغرب. وياي الولد اثنين طلاب مدارس. نعم. وخذوهم من عندي. إيه اثنيناتهم ما خليت بغداد فلوجة أبوه ما رمادي أدور واحد يدزني على واحد. وصادق ومروان اثنينهم إخوان. وياي. يابا هسه أنا شلون يعني شلون بيهم؟ وهم اسمه قصي. مواليد الكبير مروان صادق مواليد 82. نعم. وياي. نعم. ومروان مواليد 95. 82 و95، ايش وقت اخذوهم ام خالد؟ صادق وياي عيني، صادق مواليد 82. اي وياي؟ وياك وياك امي، والثاني مواليد 95. اي والثاني 89. 89 نعم. نعم نعم، وقصي ابن عمهم مواليدة 95. ثلاث شباب، واحد 82 واحد 89 واحد 95، ايش قد صار لهم يعني معتقلين؟ هذا اعتقلوهم سنة 2016. 2016 قبل ثلاث سنوات. نعم. ايه 16 واحد اعتقلوهم. نعم. ايه وهسه ما خلانا رحنا وندور يا كانوا محيين ينطونا اياهم وكانوا ميتين هم يقولون عليهم. ايه نعم والله عندي انا ابوهم خطيه مجلوط عليهم مندور وما خلانا. والبيت مالهم هم وقع ضربت الطيارات هنا بالثلوجه وما لنا لا حول ولا قوه الا بالله. وعليكم منا ندحك عليكم على قناه الرافدين تبكت الله يسوون لنا فرج ان شاء الله. امي نقل صوتك وسمعوك وياك يمه وياك ان شاء الله سمعوا صوتك ام خالد. قناه الرافدين هي قناه تلفزيونيه راح تنقل صوتك الى العالم راح يسمعوه. نتمنى ان شاء الله يطمن قلبك على ولدك وابن عمهم ان شاء الله ويرجعوا لك سالمين غانمين. شكرا لك ام خالد. مصطفى السيد من مصر تفضل. ايوه السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. بالنسبة حضرتك لتجريم قانون التواصل الاجتماعي والاتصالات والمعلومات، قانون جرائم المعلوماتية، نعم نعم، هم مش عايزين صوت الحقيقة يبان، فلازم يتم عملية تعتيم عشان يخرصوا الشعوب. عايزيننا نموتوا في أوطاننا بلا قيمة بلا ثمن. أنا نفسي القانون ده بيتطبق في مصر حاليا، أنا نفسي بكلم حضرتك من شريحة وأنا مطارد، بغير كل يوم شريحة وبعد كده شريحة هناك، وده الوقت بيسمعونا ورصدنا وعايزين يسمعوا صوت الشعوب للحقيقه ان هي تبقى مع اوطانها ومع شعوبها دي الحقيقه. فيا سيدي الموضه الجديده ان الشعوب تعيش عبيد، احنا مش عبيد، احنا هنطلع وهنتكلموا وبقى على صوتنا وهي دي الحقيقه. احنا عايزين نعيش في وطننا بكرامتنا زي شعوب العالم ما هي عايشه، ده طلبنا، لا عصابات ولا ميليشيات ولا تنظيمات، مش عايزين احنا، عايزين ناس محترمه تحكمنا بعدل وبرحمه، واحنا ناس بنحب بعض، والوطن يتسع للجميع، وطالعين طالعين قريبا باذن الله وهننهي المهازل دي كلها وهنشوفه، احنا هنعرفوا ندافع عن اوطاننا وعن كرامتنا ولا نموت كرام ورافعين رسلنا، وانا اشكر حضرتك جدا. شكرا لك اخ مصطفى.
المادة ستة أولاً، المادة ستة شو تقول؟ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت بغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار تصل إلى 50 مليون دينار كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات والتليفونات بقصد ارتكاب إحدى الأفعال الآتية. أولاً من المادة ستة إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد. زين، يعني أنت سجن مؤبد وغرامة من 25 مليون إلى 50 مليون دينار. زين، قيس الخزعلي من طلع وقال هاي حرب ما بين أحفاد حسين وأحفاد يزيد، هاي مو طائفية. ولما نور المالكي طلع ويقول أنه هي حرب ما بين جيش الحسين وجيش يزيد، وغيره اللي يطلع ويقول يا لثارات الحسين، وغيره اللي يطلع ويقول أنه هاي حرب طائفية ما بين العراقيين. زين، الشعارات الطائفية اللي دا تقولها الميليشيات ما محسوبة بالقانون؟ لما يطلع قيس الخزعلي وغيره 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 من زعماء الميليشيات على التلفزيون ويحجون بصريح العبارة بهاي الكلمات، هذني مو إثارة نعرات طائفية؟ فقط المواطن لما ينشر بوست ما يرضى عليه المسؤول، هاي إثارة نعرات طائفية؟ أما إذا كان البوست مع رغبة المسؤول يغض الطرف عنه. أبو فيصل من السعودية، حياك الله. أبو قاك الله، مساء الخير. مساء النور. تحية لجنابك، تحية للقناة وكادر القناة والمتصل، وحية الأخ أبو مصطفى مصر الكناني. بالنسبة لما يجري بالعراق، هي عصابة، هو القانون لا يوجد، هو حتى ما يوجد دولة حتى يطبق القانون. هو العراق من 2003 هو لا يوجد استهداف للدولة بالعراق، هي عصابات وميليشيات. وأنا أشوف بات التلفزيون من الخرافات، المعممين يستقلون لتغييب الشعب العراقي من هذه الخرافات. بن زار الحسين بقبر كأنما زار الله بعرش الوقت والكذب. فهذا الدجل وهذا كله من وراء إيران، جارة السوء إيران المجرمة. وإن شاء الله متى ما نتمنى إن شاء الله أن الشعب العراقي أنه سوف يصحى لها مساحة بالشوارع. وتحية لك، وعاش العراق، الإنسان العربي. حياك الله أبو فيصل، شكرا جزيلا لك. المادة 11 أولا تقول يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين دينار قد تصل إلى 5 ملايين دينار ألف لكل من ألف هدد باستخدام أجهزة حاسوب وشبكة المعلومات بارتكاب جناية ضد نفسه. يعني مفهوم واحد يرتكب جناية ضد نفسه أنه دا ينتحر. زين، اذا انتحر ما راح تحاسبون ونجحت العمليه، اما اذا فشلت عمليه ما اعرف هاي الماده بدل ما يحطون هاي الماده ليش ما يوفرون الحكومه العراقيه حياه كريمه الى المواطن؟ ليش ما يوفرون عمل؟ ليش ما يقللون البطاله؟ ليش ما يحاربون الفساد؟ ليش ما يحاربون البلاوي اللي تصير بالعراق حتى يوفرون شيء كريم الى المواطن العراقي؟ حتى الشاب العراقي اللي يتخرج من الجامعه وما يلقى شغل ويعيش بفقر مدقع مثل ما دا يصير هسه، نسب الفقر زادت ونسب الاميه زادت ونسب العاطي عن العمل زادت والتضخم زاد والطبقيه زادت، وراها راح تقل هاي الحالات من الانتحار. ليش حطها بماده وحط لها غرامه وما راح تسوي شيء؟ لانه اللي يرتكب جناية ضد نفسه ونجحت يعني راحت حياته. عند اتصال احمد من الصقلاويه. اي نعم، تفضل يا اخوي. احنا طلعنا يوم 2/6. نعم، 3/6 العفو. نعم، او سلمنا هنا، قالوا لنا بس تحقيق ولحد الان يعني لا حس ولا خبر. نعم، اي، وقالوا لنا بس استفسار، بس طلعونا وغسلت الشرطه الاتحاديه اخذونا. ولحد الان هسه عشيرتها البعكاي 745 واحد. يعني اريد ميتين يعطونا اياهم، ما اعرف خبرهم شنو. نعم، تسمعني يعني؟ نعم، اي لحد الان يعني اريد لنا خبر، ميتين طيبين لحد الان. ان شاء الله وصل صوتك اخ احمد وان شاء الله يطمنكم عليهم يا رب. شكرا، شكرا لك اخ احمد. ابو شيماء من ديالى. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي احنا نريد نحكي مساله المعتقلين محافظه ديالى. نعم، مساله المعتقلين محافظه ديالى جديد، هذا عذاب بس الله سبحانه وتعالى يدري بها.
يعني السجون المقدادية والمكتب فوق، سجون الخالص، خنابات لهويدر. فالناشط حقوق الإنسان، الناشط هيئة علماء المسلمين، بيننا يوصلون صوتنا. ثق بالله العظيم، حتى جاي المعتقل يطلقون صراحة، حتى جاي يرجعون اسمه بالحاسبة ويدورون من ألف لوس دفاتر، يعني من 50 ورقة إلى دفتر أو دفتر ونص دفترين توصل. يا يعني خطير هالناس شنو ذنبها؟ والله العظيم تعال شوف التعذيب غير، ما حتى اليهودي ما يقبل بي. زين، وجاي يقتلون وما حد يدري بيهم نهائيا. نعم. مسؤولين على الانتقالات وعلى القتل وعلى الخطف هم معروفين. هم حاتم حاول صدام مبدع، هذول هاي الشغل التعبان كلها. زين، تريد حقوق الانسان وين؟ تريد هيئه علماء المسلمين تضغط توصل صوتنا. أول شيء ما يعني يعني منظمات حقوق الإنسان وهيئة علماء المسلمين ما مقصرة ودا ترفع تقارير ودا تكتب بهاي الأمور. أيضا قناة الرافدين سوت حلقات عن المعتقلين، لكن أنا بما يخص حلقة اليوم اللي هو قانون جرائم المعلوماتية أريد أسألك سؤال. يعني أنت من قلت يا أبو شيماء أن هم دا يبتزون وهم دا يعذبون وهم هاي الأمور اللي أنت دا تقولها هي تسيء إلى سمعة الدولة حسب القانون، فهي تعاقب بسجن مؤبد وغرامة من 25 مليون إلى 50 مليون. شنو رأيك بهذا القانون؟ مو يا أخويا، من 2003 لهذا اليوم ماكو دولة، هي مسألة عصابات. يعني هي هسه تتريق يجي يقتلون ويسلبون سيارات الدولة، يجي يخطفون ويقتلون يعني بمراكز الدولة. ماكو، هي دولة، هي المسؤولة. نعم. هي لو اكو دولة خذوه شلون تخليهم يجوا بسيارات الدولة؟ تدري أنت خطيئة، السجناء يجون بالمحكمة القاضي يلزمهم يقتلهم، القاضي يقول لك ليش تصعد فوق بالمكتب؟ لا تعرف ليش تنزل يمي تنكر؟ يلزم بالسكن. والله العظيم قلت له هذا العيد، هذا العيد اكو جماعة يعني طلعوا الله أكبر، الناس جاي يتكبر يعني صلاة العيد، أما القاضي جاي يقتل بنص جماعة. يقول لهم أنت ليش تصعدون فوق وجوا متجون يمي تنكرون؟ يعني ما هي دولة، هي أصلتها هي الدولة جتي دولة إيرانية جتي هلاك الشعب العراقي. نعم. ماكو دولة. نعم. من 2003 لازم. زين، كانوا يحكون على صدام حسين يرفضوا الإدراك صدام حسين، ما كان يسوي، ما كان يعذب هيك شيء، ما كان ينتهك. وينكم؟ جت أحزاب إسلامية شو يقدر يسوون؟ والله العظيم لو تجي تطب المراكز يعني بدياله، يعني ماكو يوم القيامة تقول يوم القيامة هاي. زين، يوم القيامة تقول مثل التعذيب، الله أكبر. نعم. شكرا لك أبو شيماء. يعني واحدة من قوانين قانون جرائم المعلوماتية تحاكم كل من ينشر شيء يمس حقوق الإنسان بالعراق. لكن أريد أسأل سؤال هنا، بالنسبة إلى الصور والفيديوهات اللي بثتها الكاميرات اللي صورتها من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي وهم دا يعذبون مواطنين ودا يعذبون ناس، وطفل انداس بدبابة وطفل تهشم بشاكوش، واللي جرحوا ظهورهم سجاجين وحطوا بها ملح، واللي قصقصوا إذاناتهم، واللي ضربوهم، واللي داسوا على رؤوسهم، واللي شمروهم من فوق. يعني هذه مو جرائم معلوماتية نشر هاي الفيديوهات عند الدولة؟ لا. يعني ليش انه مواطن إذا شاف فيديو وسواله ريبوست أو إعادة نشر أو شير يحاسب، بينما واحد يصور شيء يمس حقوق الإنسان ما يحاسب؟ أبو عادل، أبو أحمد من كركوك، تفضل يا أخوي. هلا بيك، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد تسمعني؟ إيه. أبو أحمد إذا أمكن يعني نص التلفزيون اسمعني من التليفون، تفضل يا أخوي. ما ذا في هذا؟ فهو نعم. هذا البوش نعله على 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 قبره، ولو ما انفقد صدام حسين ما كان هسه إيرادي شيء يتقوى، هسه يضرب بوست حتى على الأمريكان. زين، أنا أقول لك يعني من اخير خلفاء الراشدين ماكو رجل مثل صدام حسين بالعرب ما طالع هيك شهم وهيك واحد عنده غيره. هسه لو هو موجود بالعراق ابو الايران، وابو ابو الايران ما كان يقدر يضرب سلاح على 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 طفل عراقي. امي انت العراق ما بيد هاي الخرابيه، لا حزب قانون، لا كل ميليشياب كيف يحكم؟ يا بطيخ يا نعم عملاء. قرأ
فرص ماكو حتى حاقدين على محمد المصطفى انا اعرفهم يعني هم حاقدين على العرب كله حتى اذا شيعي هم حاقدين عليه بس يستعملونهم كسلعه ابو احمد العربية. ابو احمد اذا تسمعني يعني انا اعتذر منك بس الصوت يبدو انه اكو بيه خلل من المصدر اتمنى تعيد الاتصال بينا حتى نقدر نفهم شنو اللي دا تقوله انه الكلمات دا تروح وترجع ام ازهار من بغداد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله احييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها حياك الله اختي بالنسبه احنا نحكي عن القانون في العراق نعم من 2003 الى الان احنا ما عندنا لا قانون ولا حكومه ولا قاضي شريف ولا 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 حكام شرفاء ولا وزراء شرفاء ولا اي شيء شريف بهالبلد من 2003 الى هسه هم اجوا من عن طريق ايران وامريكا واسرائيل وهي ايران دا تنتقم اللي للفترة اللي تريد العراق هي اخذتها العراق شكو بيها فاحنا نحكي على المغيبين وعن هذول بالسجناء ولا ما حد ينظر لحالهم ولا حد يقول هذول عاشوا وماتوا او امهاتهم المساكين لما الامهات تخلف اولاد حتى يذبحوهم هذول الايرانيين حتى هذول الايرانيين يذبحوهم على اي اساس؟ على اي اساس؟ احنا لو اكو قول دوله قويه لو كان ما كان صار بينا هالشكل. نعم. العهد السابق كان صدام فن ايراني يخش للبلد او فن كردي يخش للبلد ويسوي بينا سوايا او فن سعودي ياذينا او اي دوله عربيه تاذينا احنا ما يعني أم, أم, ام 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 ازهار يعني عمرها الدول العربيه ما اذتنا ولا الشعوب العربيه اذتنا بالعكس احنا 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 عرب كنا نرجع اول واخير لكن احنا كانت دوله الشر اللي هي الشرق العراق ايران وما زالت هي دولة الشر بتصديرها المخدرات بتصديرها الإرهاب بتصديرها الميليشيات بتصديرها السلاح بتصديرها كل شيء سيء إلى العراق حتى الأمراض والأدوية الفاسدة وغيرها 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 لكن اللي يهمني هنا أنه ليش المسؤول العراقي لهالدرجة خايف من المواطن وخايف من بوستاته وخايف من منشوراته وخايف ينتقده هم من هم المسؤولين هم منين اجوا هذول المسؤولين اللي ما عنده شهادة واللي اجى من 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 جماعة حزب الدعوة والحزب الإسلامي وما ادري منو هالشكولات الململمة عما خالص خلوهم ما يعرفون حتى يتكلمون حتى ما يعرفون بس يطلعون بالقنوات الأخرى يقولون احنا عمرنا الموصل انا شفت كذب هذا عمر الموصل الموصل هي خربانه هم يقولون راح نجيب النازحين بعدهم يعانون جوع وفقر بالخيم يقولون احنا عمر سوى اكو مستشفيات والمستشفيات فقيره والناس دا تموت والناس سرطانات ودا تموت يعني اي مسؤول يطلع يكذب هم كلهم عايشين على الكذب يعني الحكومه من 2003 الى هسه عيشتها على الكذب وما يهمها يعني هي تكذب بس هي مصدقه نفسها ما يهمها الشعب صدقها المهم هي تعيش هي تمشي اموراتها تاخذ مقاولات وتاخذ فلوس وتاخذ مشاريع وتعيش نفسها واقربائها وعمها وخالها وجينها وتودي للخارج بس ما يهمها الفقير الفقير اللي يموت ما يهمه بعد ما يهم هذا ولا تفكر بينا اصلا ما تفكر بالعراقي والشعب العراقي لكن يعني احنا ننظر بس احنا نسال سؤال يعني من 2003 الى هسه اسال هذا السؤال الشعب ما نهض شويه ما فكر ما قاعد يستوعب شويه المأساة اللي تمر به نعم بس هذا سؤالي انا اريد احد يجاوبني من هذول اللي يتصلون على هذا السؤال وانا اشكرك شكرا لك ام ازهار من الفلوجه ابو كريم حياك الله اخويا
أبو كريم؟ أبو كريم؟ يبدو أنه انقطع الاتصال ويا أبو كريم، أتمنى تعيد الاتصال بينا حتى نسمع رأيك. بقانون جرائم المعلوماتية ويانا من محافظة كربلاء أبو نزار، حياك الله أخوي. حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل. أبو نزار؟ حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام، إذا أمكن اسمعني من التليفون ونص التلفزيون، إذا أمكن. بلي 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 نعم. ما يا مرحبا حبيبي يا عسيد. نعم. احنا ندمر العراق، ايران صحيح. نعم. احنا ندمرت العراق، ايران، ايران تطلب العراق طلب. تطلب العراق تشمروا شو ما صحيح. بس الدول العربية يا استاذ، الدول العربية هي شافت العراق وشافت مصيبة العراق وشافت شنو من العراق، ايران التفت ما يا اخي. ابو نزار؟ عين حبيبي. الدول العربيه يا اخوي، احنا من نحكي احنا عرب. والله صحيح. امرها صحيح. الدول العربيه ما اذتنا ولا اكو مواطن عربي، والدليل والدليل يا اخوي، الدليل يا اخوي، احنا خلينا نفصل ما بين الدول العربيه وشعوبها وما بين حكوماتها، خلينا نكون صريحين، وخلينا نفصل بين المواطن العربي والدليل انه هذا البرنامج صوتكم، يتصلون بكل المواطنين العرب من كل بقاع او اراضي الوطن العربي، من الشرق الى الغرب، من المحيط الى الخليج، فكلهم هم قلب واحد وايد وحده وشعب واحد، لكن من فرق هذا الشعب هو اتفاقيه سايكس بيكو، خلينا نامن بهذا الشيء، فما نجي نلوم الشعوب العربيه ما نلوم عليهم. طيب رحم الله، هو الصحيح هذا، الله وكيلك، احنا قصدنا هذا يا حبيب قلبي، والله هذا قصدنا. فاحنا ملوم الشعوب العربيه، بالعكس احنا نقصد ندمر العراق، ايران الدرجه الاولى، وايران تطلب العراق وخلت ميليشيات وسوى الطائفيه وذبحت العالم، هاي كلها ندري بيها يا اخي، والله ندري بيها. نعم ندري نعم. بيها ذبحت العالم من وراء من؟ نعم نعم نعم. شكرا 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 لك ابو نزار. يعني العراق لما صار الاحتلال الامريكي، ما ننسى احنا الدول العربيه فتحت لنا ابوابها وطلعوا العراقيين وعاشوا في كثير من الدول العربيه وقعدوا معززين مكرمين بهاي الدول، وما نقول هذا فضل من الدول العربيه علينا، لا حاشا لله، ولا انه احنا لنا فضل على احدى الدول العربيه في يوم من الايام، احنا نبقى دول عربيه وعرب بيناتنا. ابو حسن من بغداد حياك الله. ابو حسن؟ ابو حسن تسمعني؟ يبدو انه انقطع الاتصال ويا ابو حسن. من اربيل محمد حياك الله. مرحبا اخي. هلا بيك. شلون اخي؟ هلا بيك، تفضل. حبيبي قول. مرحبا حبيبي. قول قول قلبي، قول انت على الهواء. ايه حبيبي، احنا بالعراق حكومة ماكو. نعم. حكومة ماكو، اليوم حكومة بإيد ميليشيات إيراني. نعم. ميليشيات إيراني، تفهم علي؟ نعم. ميليشيات بإيد ميليشيات إيرانيين، حكومة بإيد كم إعزاز ميليشياوي إيراني بإيد خزعلي. زين. بإيد حزب الله إيراني. زين. بإيد هادي عامري. اليوم تمام. احنا حبيبي حكومه ما عندنا، حكومه بايد ميليشيا دمر العراق. اي فلوس احنا عندنا مال عراقي، مال فقراء كله يدير يدزون بالايران. بايد الخميني، امثال الخميني، خميني وين حبيبي؟ احنا بين احنا فقراء، وقعنا بالعراق دمرنا ميليشيات. هسه نروح على السيطرات، شوف سيطرات من كركور للبغداد كله بيد ميليشيات. نعم نعم. هذا الصوره مال الخميني، هذا مال حزب الله مال لبناني، هذا مال هذا عامري. يعني هذا حكومه حبيبي، هذا
حكومه جايفه، حكومه حصاد، حكومه خربان، هاي مو حكومه حبيبي. نعم. اي حبيبي هذا مو حكومه، حكومه ميليشياوي بايد ايران. ايران دمر العراق. نعم. ما زال ولا كردي، ما زال ولا شيعي، ما زال ولا سني. ما كان زمان صدام حسين هو كان صحيح ظالم، هو ظالم. شنو مسيطر هو؟ نعم وصلت. مسيطر زمان حبيبي، زمان صدام حسين ماكو هذا الشيعي وهاي السني وهذا الكردي. هذا ميليشياوي دمر العراق. صحيح، احنا كنا عراقيين ونظل عراقيين ونتشرف بالكراد وبالصابئه وباليزيديين وبالشيعه وبالسنه وكل مكونات الشعب العراقي. صحيح. ماكو حبيبي، كلنا تاج الراس، كلنا ماكو فرق، بس ميليشيا ايراني دمر عالم. هذه عامري واهل الحق وما ادري هذا شنو خز علي بين احنا بين كل ميليشياوي. نعم نعم. يلا حبيبي شكرا 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 لك اخ محمد. اخ محمد يعني اللي ما افتهم عليه لخص الامور انه يقول انه ما كانت اكو طائفيه بالعراق وما كانت اكو تفرقه بين اي طائفه او اي مكون او اي عرق، والميليشيات الايرانيه هي سبب دمار العراق، وكلهم بحجه انهم ما يحبون الائمه وال البيت دمروا العراق، والايرانيين سيطروا على هذه الميليشيات اللي هي سبب دمار العراق وسبب خراب البلد وسرقته. ابو حسن من بغداد رجع لنا، حياك الله اخوي. السلام عليكم اخوي افن. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك يا رب. اخي ايران هذا حقد ايراني اسرائيلي امريكي. شوف المقارنه بين ايران، يعني حتى تعد الدول الباقيه. يعني شوف ايران تصدر الارهاب، القتل، الاجرام، السرقه، يعني كلها. حتى هاي السعوديه ليش يجي؟ يعني السعوديه شوف ماكو دوله بالعالم عربيه وحتى لو اي دوله ساعتها تصدر الخير للناس، هذول يصدرون ايران تصدر الشر. هاي عمايلها صار لها 16 سنه العراق دا يشوف ويلات واهات ومتاهات كلها، وهذول كلهم عملاء. يعني هسه هاي السعوديه ماكو دوله بالعالم ما ساعدتها، ليش؟ لانه مسلمين. بس هذول العجم هم يكرهون الاسلام وما لهم صله بالاسلام. فشوف المقارنه بين عدوه الاسلام ايران، وشوف السعوديه غير عظيمه بنبيها بكعبتها بأرضها. شوف 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 الإسلام الحقيقي ودول الكفرة الملحدين بإيران. هاي الفرق. حقد دفين إلى قيام الساعة. هم شطوا للعراقيين، شطوا شو سووا؟ أي قانون شرعوه وطلع لمصلحة الشعب والمواطن. أشو ما شاء الله، الموت بالمستشفيات، الزراعة دمروها، الصناعة دمروها، هذول بنات خراب. يعني عمرهم ما يبنون طابوقة، يعني استيراد من برا، الأدوية من برا، معامل عندنا معامل مال أدوية، يعني كنا نصدر الزرع كنا نصدره. معمل أدوية سامراء على رأسها. نعم. أي يعني أكو يعني عندنا خيرات، بس هم ما يردون الخير هذا ينمو، يردوك يعني شلون متسول للدول. مع العلم عندنا أراضي وعندنا خيرات وخير من الله، بس البطن ايران كلها. فهذول شو الفرق بينهم وبين السعوديه العظيمه اللي بها سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وبها الكعبه المشرفه هاي العظيمه. الله اكبر. والله عمي الجنه تريد والنار تريد، بس ان شاء الله ايران بالنار والجنه. هو السعوديه هي اصلا جنه في دول تراب الرسول، لا اله الا الله. فالشعب لازم يتحد يا اخي، لازم يتحد. لا. لازم لا. لازم. وأنا أشكرك أخوي. شكرا جزيلا لك. طبعا القانون المادة 5 بي قانون جرائم المعلوماتية اللي احنا نحكي عليه اليوم يقول السجن المؤمد وغرابة 30 مليون تصل ولا تزيد عن 40 مليون كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: أنشأ أو نشر موقعا على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل بأي شكل من الأشكال أو روج له أو ساعد له. هذا القانون يعني يجب محاربة الاتجار بالبشر. نحن لسنا مع هذا مع قانون مع عدم محاربة الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر جريمة دولية وجريمة بحق الإنسانية ومحاربة من كل القوانين الإنسانية، وإنسانية نحن ما نقبلها. لكن لما حطيتوا هذا القانون ما صدرتوا قانون أنه يجرم كل من اتفق مع شركة وهمية أو صدر أو تعاقد مع شركة للأدوية تجيب للعراق دواء فاسد، تجيب للعراق دواء
محقون بأمراض قاتلة، تجيب للعراق مواد غذائية فاسدة، تجيب للعراق معجون طماطة لا يصلح للاستخدام البشري، أو تجيب تمن لا يصلح للاستخدام البشري. شو أنتوا حاربتوا جهة وما حاربتوا البقية؟ أهم أنتوا قلتوا الاتجار بالبشر، زين الاتجار بأرواح البشر شنو؟ ما هي همنا تدخل في قضية الاتجار بالبشر. زين ليش حاربتوا هاي وما حاربتوا ديج؟ ليش انتوا القوانين ده تحطوها بمزاجية عالية؟ عندنا اتصال أبو كريم من الفلوجة، حياك الله أبو كريم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يا أخي العزيز والله أنت بتشرح وده تشرح قلوبنا والله. أنا ما دا أشرح، أنا دا أتساءل، أنا دا أقرأ لكم القانون يا أبو كريم ودا أتساءل. وياك نعم نعم وياي نعم. بس أنا دا أقول لك يعني إحنا الألم اللي صار بينا هاي إيران. نعم يا أخي إيران، هاي إيران، ماكو هاي حكومة كلها إيران، ماكو عراقي شريف بهم، كلهم ذولا إيرانيين صرف، والشريف ما يقربوا للحكومة. زين ابو كريم، يعني هو مثلا هسه هذا القانون، هذا القانون اللي انا دا احكي عليه، الماده 21 اولا تقول عقوبه بالحبس مده لا تقل عن سنتين وما اعرف شنو، كل من نشر او نسخ عن طريق شبكه المعلومات واجهزه حاسوب مصنفات فكريه وادبيه او ابحاث علميه. والماده من ماده 21 ثالثا، الحبس مده سنه وغرامه 2,000,000 الى 5,000,000 دينار من اعتدى على اي من مبادئ الدين او القيم الدينيه او الاخلاقيه او الاسريه او الاجتماعيه او حرمه الحياه الخاصه. زين لما ذول الدين ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي سب الصحابه وسب اصحاب الرسول وسب امنا عائشه وسب بعض المرتكزات الدينيه وبعض المعتقدات ويكفرون بكيفهم، ليش ما يحجون عليها؟ ليش لما تجي الشغلة تمس المرجعية رأساً صدروا قانون وبها حبس وغرامة مالية؟ أستاذ العزيز، يعني هذول عديم الضمير، هذول ما عندهم، ما عندهم إخلاق، ما عندهم كلام صحيح، ما عندهم مصداقية، ما عندهم كل شيء من الإنسانية. يعني احنا دولة ما نعتبرهم بشر. نعم. بس ما عندنا قوة، ما عندنا قوة اللي تردعهم، ما عندنا قوة يا اخي، ما عندنا قوة، والله لو عندي قوة يعني حتى لو افدي حياتي بها عنها. ما عندهم يا اخي، دولة مو بشر، دولة مو عراقيين، دولة جايبيهم ناس حاطيهم اداة للصهاينة. نعم. يعني لا تتصور تقول لي كلام دولي حكومة، احنا ما نعرف دولي حكومة، احنا الشعب اللي داخل العراق ما نعرف دولي حكومة. نعم. عدو احنا وياهم، ناس اعداء الناس، يعني ماكو واحد يصدق بيهم خلاص وهو عراقي شريف. نعم. يعني لا تقول لي حكومة، انا نسمع تقول حكومة، يعني يعني ماكو واحد انسان مثقف وانه صحفي وهذه، بس انتم يعني تقولون هاي نعرفها احنا، بس احنا ما عندنا شغله وياهم خلاص. نعم. احنا واحد، احنا بكفه وهم بكفه. نرجي من الله ومن عندكم يعني الصحافه بتطلع الخارج باي وسيله، احنا كرامتنا فوق كل شيء، خسرنا معركه بس ما نخسر كرامتنا. نعم. ويا أستاذ العزيز، وبالتأكيد يجب أن تكون كرامة الإنسان منصونة من الحاكم. سلم لي على جماعتك كلهم. نعم. محمد والرافع والكل، حتى حضرتك والجماعة كلهم سلم لي عليهم. وصل سلامك أبو كريم إلى جميع إدارة وأسرة قناة الرافدين، ويردوا لك بنفس التحية والسلام. شكرا جزيلا لك. سعد من الكويت، حياك الله. وشارك الله يخليك. مس الحقوق لا يجوز يا أستاذي. نعم. ولكن يا أستاذي الديمقراطية حرية رأي مباحة بناءة يا أستاذي، ولكن من ضمن الجرائم يا أستاذي أخذ الرشوة والتزوير، جريمة النكراء مخالف للقانون. وكذلك يا أستاذي نتمنى ونناشد علاج المريض وعودة النازحين. وآخر الكلام، أشفنا من الحساسية والروماتيزم والخشونة. تحياتي لكم. شكرا لك أخ سعد.
طبعا المادة 22 ثالثا تقول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من 3 ملايين إلى 5 ملايين كل من استخدم أجهزة حاسوب وشبكة المعلومات في نسبه للغير عبارات أو صور أو أصوات أو أي وسيلة أخرى تنطوي على القذف والسب. زين السؤال اللي ينطرح هنا أنا. نعطي مثال، فائق الشيخ علي عنده مشكلة مع أحدى النائبات الحاليات أو أحدى المسؤولات الحاليات ونازل سب وقذف، إجا مواطن نشرها هذا الفيديو للنائب فائق الشيخ علي بما قاله على الفيسبوك، ينسجن هذا المواطن؟ زين ليش؟ السؤال هنا المواطن هو مو مسؤول، المواطن هو يعني لما دا يستخدم الفيسبوك أو دا يستخدم تويتر أو دا يستخدم أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي هو دا يشوف واقع قدامه، يا أما دا ينتقده من يشوف المدن المهدمة ومن يشوف الأزبال من يشوف الشوارع مقطعة من يشوف انعدام الخدمات من يشوف مي ماكو كهرباء ماكو الأسماك تموت الأشجار تموت زراعة ماكو صناعة ماكو أي شيء بالعراق بدنا ماكو دا ينتقده، ومن يشوف مسؤول يطلع يقول إنه أكو فساد وأكو سرقات وأكو معرفين وينشره يتحاسب. يعني المفروض هسه المواطن يقبل بكل سيئات ما تسمى بالحكومة بالعراق وما يحكي وإلا يسجن ويدفع غرامة؟ زين ليش؟ ليش لهالدرجة أنتوا خايفين من المواطن؟ ليش المواطن العراقي ما المفروض يحكي؟ طلع بمظاهرات اعتقلتوه وطلع بعصيان اعتقلتوه ضربتوه رصاص حي وما أعرف شنو مجازر، طلع انتقد صدرتوه لقانون يكمم حرية الرأي والتعبير عن الرأي، وليش؟ حتى تبقون على هالكرسي؟ حتى تظلون تبوقون براحتكم وما حد يحكي؟ مثل ما قال أحد المسؤولين لأنه إحنا صرنا منبوذين. أصور عدنان السراج أو عدنان الأسد اللي قاله، قال إحنا صدرنا هذا قانون لأن ما حد يحبنا، صرنا منبوذين عند الشارع العراقي حتى ما حد يحكي علينا. لهالدرجة أنتوا تعرفون نفسكم فاشلين وتخافون المواطن يحكي؟ زين أنا أكو سؤال أهم، المعتقلين اللي موجودين بالسجون صار لهم 8 سنين و9 سنين وصار لهم سنين كثيرة، والمواطنين دا يتصلون يقولون ولدنا معتقلين صار لهم 3 و4 و5 و6 و7 وما يزيد، وما تحاكموا وما حد حقق وياهم وما حد سوى لهم شيء. أنتوا هاي من تقولون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين متأكدين من عدها؟ أكو قضاء راح يكون نزيه بهذا الشيء؟ زين أنتوا من صدرتوا أنه يمنع التنصت والتجسس، زين هاي شلون راح تعرفوها؟ همينا بتنصت والتجسس، زين أنتوا القانون يعارض نفسه، قانون 26 مادة أو 31 مادة واحدة من مواده يمنع التنصت والتجسس وأنه تتنصت على أحد أو تبوق من عنده شيء. أنت شلون راح تعرف أنه هذا نشر؟ وشلون راح تعرف أنه مواطن فلان؟ راح تتجسس عليه. قانون بوليسي، إذا أنت من تقول هذا القانون يحرم التنصت أو يجرمه، شلون تحطه شلون تفعله؟ زين أكو كثير من التساؤلات بهذا القانون. يعني المادة 6 يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد وبغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون. يعني والمضمون ذات تتنص المادة 22 على حبس عاميا وغرامة من مليونين إلى 5 ملايين لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صور تنطوي على قذف والسب. قلناها زين، مواطن نشر بوست، زين القاضي قبل ما يحاكمه ما أعرف شنو، من حق القضاء أنه يتلف الأجهزة الحاسوب والموبايل واللابتوب اللي نشر عن طريقها؟ ليش؟ ليش حرية التعبير بالرأي اللي كفلها الدستور اللي أنتوا صدعتوا روسنا به ليش هسدت كموموها؟ أبو علي من أربيل. السلام عليكم أخ حسين. أبو علي من لندن، آسف جدا، تفضل أخويا. السلام عليكم أخ حسين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ حسين، أريد أسأل الشعب العراقي الكريم، قبل 2003 هم عاش هيش معاناة وهيش قوانين وهيش حصابات وهيش سرقات؟ زين نعم. هل كان اكو مخدرات قبل 2003؟ نعم. يعني هذا الشعب الى متى خفل؟ الى متى؟ صار 16 سنه
صار 16 سنة من الشمال للجنوب بس يشكي أخ أفل يوميا بس يشكي. بعد شو ينتظر الشعب؟ شو ينتظر؟ ما أعرف أخ أفل بيشوف هم دي يقولون إحنا سراق وإحنا حرامية الواحد يفضح الله. يعني ما شو الشعب إلى متى؟ إلى متى أخ أفل هذا البلد المن يشبه؟ أي بلد بالكون المن يشبه؟ نعم والمن يشبه الشعب المن يشبه؟ يعني شعب عليه من عايش انت على شنو؟ بس على الثارات؟ بس على اساطير قبل 1400 سنة أفل؟ نعم يا أخي أفل المسؤولين كلهم ولدهم هنا بلندن نصهم بلندن أولادهم بالجامعات بالكليات ويلعبون لعب بالسيارات وبالدولارات والشعب بس يون ويشكي لمستشفى لمدرسة أخ أفل؟ نعم لا حصة تموينية يا هذا الشعب شبيه أخ أفل؟ الشعب ليش يشي مخدر؟ ليش يتجمعون يروحون الزيارة بالملايين للحسين سلام الله عليه والحسين بالجنة يمو البلد العراق بالجحيم أخ أفل؟ من ينقذ البلد غير أهله أخ أفل؟ الأخ أفل كل الشعوب مرجعيتها وطنها وعلمها يقدر إحنا مرجعيتنا شنو تعبدون أصنام وقبور الكافي علي يا شعب دحس على نفسك ينتفض مكافي ينتفض أبو علي من لندن أنا أعذرني جدا بس أدركني الوقت وراح أقطع الاتصال أنا آسف منكم السادة المشاهدين بس عندي واتسابات أرد أقراها. السؤال الأهم هنا أنه أنت قلت يروحون ملايين إلى سيدنا الحسين لكن هل الحسين رضي الله عنه وأخيه الحسن ورضي الله عنه وأبيهم علي كرم الله وجهه وجدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون بهذا الحال الذي يعيش العراقي؟ هذا السؤال المهم هذا اللي لازم نجاوب عليه. عندي رسالة تقول أحمل التيار الشيعي بالعراق إثارة فوضى والحرب الأهلية على صعيد الداخلي بالعراق فنفوذ التيار الشيعي بالتمادي على حقوق باقي الطوائف الدينية في العراق شيء يجعلنا نستغرب من فئة كانت تعاني. وأكو سؤال بخاطري هل كل ما تقومون به على أرض العراق انتقام أم استغاثة كالغرقان في شبر ماء؟ رسالة أخرى تقول الحشد الشعبي الإيراني المجرم يبيد عوائل ورجال أهل السنة إبادة كاملة باسم تنظيم داعش وداعش هي داعشهم والذين هم اللي أوجدوها وهم اللي سلحوها وهم اللي سلموها المناطق السنية بعد انسحابهم التكتيكي. السلام عليكم. صدقني هم نفسهم يتبجحون بحكومتهم برغم كل الفساد اللي بالبلد أهم شيء الحكومة تكون شيعية حسب ما هم يردون. أبو حاتم من الموصل السلام عليكم. تحية لك ولقناة الرافدين. مرارا وتكرارا نكرر لا يوجد مسؤول واحد بالعراق يشعر بالمسؤولية تجاه هذا البلد وشعبه العراقيين. أنا أعتذر منكم مشاهدينا الكرام لكن انتهى وقت البرنامج. أعتذر من الأخوة اللي دزلنا رسائل وما قدرت أقراها وأيضا أنا كنت عاد مادة كبيرة لكن الوقت أدركنا. مؤيد اللامي نقيب الصحفيين يقول هذا القانون ما يقدر الصحفي نتيجة هذا القانون أنه يتحرك أو يشتغل لأنه شغل الصحفي على الفيديوهات وعلى الدلائل وعلى هذا الشيء وهذا قانوني يكمم حرية التعبير وما يقدر يشتغل أي صحفي بالعراق أو أي إعلامي بالعراق فما بالك عن المواطن العراقي. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام نلتقيكم على خير إن شاء الله نفس الموعد إلى اللقاء.